الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الإخوة الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله انطلاقا من النقطة اللي ناقشها الوضع السوري، إنه قال، وده قد يكون سؤال يتبادر لكثير من الناس الآن واقفين هنا. الواحد بيجي يقرأ هنا عقيدة السلف، صحيح؟ ويجي يلقى الناس بيتكلموا عن الناس وبيطرح السؤال ده في ذهنه. في ناس بيطرحوه مباشر، بيقول ليه عقيدة السلف على قتب الكلام ده شنو؟ والحمد لله الشيخ محي الدين أجاب جواب كافي، ومنه ننطلق. إنه يا أخوانا، نحن لما نأتي نؤصل لمثل هذا الموضوع، وزي ما وراك قال لك الطبيب أو الدكتور بتاعك في المعمل أو في المحاضرة، بديك المادة العلمية بنزلها لك كويس، بعد ما يوريك المرض يأصل لك نوع المرض كالملاريا مثلا، بعد ذاك بيوريك أسباب الملاريا. كذلك يا أخوانا، منهج الإسلام مبني على التأصيل والتحذير في نفس الوقت. تأصيل، تأصل الحق. طيب من وين احنا انطلقنا للكلام عن هؤلاء؟ أصل الأصول، عشان تعرف انت يا طالب العلاقة بين هذا الموضوع وبين الكلام عن الصوفية. أصل الأصول الذي يبنى عليه، تبنى عليه عقيدة السلف، هو التوحيد. التوحيد عقيدة السلف. أقرأ كل كتب السلف من المتقدمين إلى آخر كتب السلف من المتأخرين. أقرأ كتب الأئمة، الإمام أحمد، أقرأ ما كتب الإمام مالك، اقرأ ما كتب الإمام الشافعي وأبو حنيفة وغيره، الإمام الثوري ما نقل عنه وما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ها، وتلامذة هؤلاء، وما نقل عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل العقيدة. أصل الأصول هو التوحيد. طيب يا أخوانا، هل الكلام ده من الرؤوس؟ هل هو نظريات؟ ها، ما نظريات، إنما هذا هو القرآن. لأن أصل الأصول الذي بني عليه منهج السلف هو منهج الأنبياء والمرسلين، منهج الأنبياء والمرسلين. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن، وده بوريك المنهج، المنهج الحق. ربنا قال في سورة النحل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. في أي أمة من الأمم ربنا قال لك أنا رسلت رسول؟ طيب وظيفته شنو الرسول؟ ما هي وظيفة الرسل؟ قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. ده التأصيل. عقيدة السلف عبادة الله وحده، ده التأصيل. واجتنبوا الطاغوت، ده يا هو الكلام ده. لأنه يا أخوانا، الصوفية، الصوفية عبارة عن منهج يناقض تماما تماما وبكل ما تؤتيه هذه الكلمة من معنى. تماما يناقض تماما أصل الأصول الذي بني عليه منهج السلف. عرفتها؟ التوحيد. منهج التصوف قائم على الدعوة إلى الإشراك بالله. ودي الكتب أديك كيف التصوف بني على عقائد، وهذه العقائد نشرها زعماء التصوف. مثال التصوف الموجود الآن وقبيل أخونا وراك، الحمد لله وراك وراك، قال لك أنا بتحداك بتحداك. نحن بنتكلم عن واقع يا أخوانا، نحن ما بنناقش ناس قاعدين في العصر الثالث، ما بنناقش ناس قاعدين في القرن الرابع، ولا بنناقش ناس قبلنا ب100 سنة.
نحن بنناقش ناس موجودين الآن وعندهم عقائد وعندهم رؤوس وعندهم أشياخ وعندهم منظرين وعندهم أئمة وقادة، بنظروا لهم الكتب دي القروا لك دي. ده مثال. الشيخ أحمد الطيب البشير ده رأس من الرؤوس، ده رأس من الرؤوس البرعي، ده رأس من الرؤوس ولا ما رأس من الرؤوس؟ منظر ولا ما منظر؟ ها؟ إمام في التصوف ولا ما إمام؟ يا أخي جيب لنا بيان من المجمع الأعلى للتصوف، من مجلس الذكر والذاكرين الخاص بالتصوف، الصوفية يتبرؤون كصوفية في السودان أو في غير السودان من البرعي ده. نحن تاني ما بننسب البرعي ده للتصوف، فهمت الكلام؟ جيب بيان الآن من المجمع الأعلى للتصوف، قل لنا والله نحن كمجمع أعلى للتصوف في السودان نتبرأ من البرعي وما كتب البرعي. تقدر؟ ما بتقدر والله. تذكر ما في طريقة من الطرق، بل أنا أديك معلومة في الكتاب ده، البرعي مش بيمثل الثمانية يا أخوانا، البرعي ما بيمثل طريقة واحدة في التصوف، البرعي يمثل جميع الصوفية. عشان كده نحن دائما بنضرب في البرعي ده. ليه؟ لأنه زي ما بقول لك لو كسرت الرأس ها الباقي ما انتهى. أنت لو قطعوا رأسك تاني فيك حاجة، ممكن يقطعوا يدك تكون عايش، يقطعوا كراعك تكون عايش، ها ممكن يشيلوا واحدة من الكلى بتاعتك بتكون عايش، لكن لما يشيلوا رأسك ده يمثل رأس، لأنه يؤصل لجميع الطرق الصوفية تجانية. هنا بيمدحهم وبيأصل لهم وبيمدح ساداتهم، برهانية بيأصل لهم، ها سمانية بيأصل لهم، كويس. فلذلك يا أخواننا دي القضية، إنه الآن المنهج بتاع التصوف المنتشر في السودان الليلة ما عنده علاقة أبدا بمن نسبوا نسبة إلى التصوف. عبد القادر الجيلاني مثال، هسه أمشي الدار السودانية جيب لنا كتاب لعبد القادر الجيلاني وتعال اقراه هنا، وجيب الزعماء بتاع الصوفية أنا بديك بيان بالعمل، جيب السادة بتاع الصوفية، خط البرعي، البرعي مات، خط محمد المنتصر، خط الخنجر، خط الياقوت، خطهم هنا. الآن أنا بديك أمشي الدار السودانية في كتاب اسمه الغنية لعبد القادر الجيلاني، تعال اقراه هنا وما تقول لهم ده كتاب الغنية، ما تقول لهم كتاب الغنية حق عبد القادر الجيلاني، قول لهم ده كتاب بس بتاع عقيدة، واقرا لهم. شفت ديل الذين ينتسبون إلى عبد القادر الجيلاني أول ناس بكرك، لأن الغنية دي فيه عقيدة السلف، الغنية بتاع عبد القادر الجيلاني عقيدة السلف، عشان ما يغشوك. ما عندهم علاقة بعبد القادر الجيلاني، ده يهودينهم. كيف أصلوا للشرك؟ هنا دعاء الأموات، البرعي قال في كربك أنده، الشيخ في كربك أنده بدغيسك جنده. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن ربنا قال لنا شنو؟ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ده تأصيل البرعي وده كلام ربنا. نحن لما نجي نقول كلام البرعي غلط وكلام ربنا الحق، نحن الغلطانين ولا البرعي الغلطان؟ ها؟ ربنا تكلم عن في سورة الأنفال، وممكن كلكم أو أغلب كلكم طلاب مريتوا بسورة الأنفال، ربنا في الصفحة الثانية من سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الكلام ده الحق ولا كلام البرعي الحق؟ هنا في الكتاب قصيدة اسمها ولي الله إسماعيل، ولي الله إسماعيل أول بيت فيها، والقصيدة دي عشان ما تقول لي الكتب ما حقتهم، القصيدة دي الآن بتمدح صوتا في القنوات والإذاعات والإذاعات السودانية،
كويس؟ إذاعة ساهور مثال، قناة الكوثر أو إذاعة الكوثر، قناة النيل الأزرق. الآن القصيدة دي بالذات بتمدح. أول بيت فيها قال شنو البرعي؟ قال إنابة. أنت زول طالب بتفهم اللغة، بتفهم الصاع من الغلط، بتعرف معاني الكلام. قال إنابة خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. كده نزل الواقع ده. ولي الله إسماعيل وين؟ مات زمان سنين طويلة. خطب مصيبة نزلت في البلد. ها انت كمسلم القرآن علمك في عقيدتك في توحيدك تدعو منه؟ تدعو ربنا سبحانه وتعالى. ده قال لك قل يا ولي الله إسماعيل. طيب هل الكلام ده حق أم قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل؟ في سورة النحل ربنا قال أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الكلام ده الحق ولا كلام ربنا الحق؟ فنحن لما نجي نقول لك يا صوفي الناس زي نشروا الشرك، يا أخي تعال الآن فرصة مفتوحة، تعال قول الكلام ده ما شرك، فرصة مفتوحة. أي صوفي تعال ناقش كلام البرعي ده، ناقش يا أخي. قول لنا والله من ناحية لغة، من ناحية فلسفة، من ناحية منطق البيت ده ما شرك، جيب كلامه. فرصة مفتوحة، فرصة مفتوحة، حوار والنقاش المداخلات. في كوز ما راضي كلامنا ده اللي يجي خاش، كوز وطني شعبي تابع لذاك الكافر الملحد، عارفينه كافر ملحد. عندك رأي تعال. شعبيين والله عاملين الشعبيين ده الحمد لله يمين الترابي مات. ها انتهى الشعبيون بموت الترابي، والله ما عندهم وجود. زمان في الجامعات عاملين غلبة، لأنه زي ما بيقولوا الآن أنت لو متكل لك على حيطة ها بتبرطع عادي، ممكن تكون متكي وتتقلب، لكن حيطتك ذات المتكي عليها لما تكون انتهت تاني بتجيب عديل. خش يا ترابي اللي ترابي يا أخي. علمانين خشوا، أي علماني تابع لليو بي إف السجم الرماد، تابع للصاق المهدي تاك بتاع السنديكالية والرنديكالية، جدلية الأصل والعصر وينه؟ ما في. والله الحمد لله الجامعات دي بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل هذه الدعوة الحقة دي ذاتها. لو عندك فيها رأي يا صوفي تعال خش. دعوة السلف، عقيدة السلف، منهج السلف هو المنهج الحق، والدعوة القائمة على القرآن قائمة على السنة الصحيحة بفهم الصحابة، ده الحق. ها الحمد لله الآن الجامعات تكاد تكون ها 80% أو أكثر اتنظفت. ليه؟ لأنه زمان لما تفتح فرصة بتك تقول لك 20 طق 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 طق. الآن وين؟ وين الصوفية؟ صوفية كانوا بيدسوا هنا ولا الشجرة دي قريب ده، بتدسوا هنا ورا الشجرة دي تلقاهم ثلاثة، واحد تلقاه بيجاي كوز عامل غلبة، ما في شين نواصل. طيب في العقيدة من الخالف فيه هذا الرجل اللي هو البرعي. العقيدة عقيدة الإسلام الصحيح، ما قالوا لك قبل إنه ربنا سبحانه وتعالى هو وحده الذي ينزل الأمطار والذي يحيي الأموات. ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك بأن الله هو الحق، وأنه دمنه ده، وأنه يحيي الموتى. ده ربنا سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل هو الذي يحيي الموتى. لكن البرعي هنا قال لا، أحمد الطيب البشير بتاع أم الرحي هو اللي بيحيي الموتى. البرعي وغيره
من البرعي. العقائد دي الآن في كل الطرق الصوفية، تمشي التجانية تلقاهم بيقولوا نحن اللي بنعلم الغيب، تمشي السمانية بيقولوا نحن بنعلم الغيب، تمشي البرهانية بيقولوا نحن اللي بنعلم الغيب، تمشي غيرها نقشبندية وغيرها تلقى نفس العقائد الموجودة في هذه الطريقة في تلك الطريقة. عشان كده يا أخواننا نحن بنتكلم في النازل، لا بد إنه المجتمع نوعي المجتمع ونعرف المجتمع بأنه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نحن ما دايرين من الناس حاجة، والله الناس زي كلهم طرق صوفية، أحزاب علمانية، جماعات، فرق، كلهم نحن وهم مشكلتنا معاهم حاجة واحدة، نتبع القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. والله أعدى أعدائنا لو أنا وهو اتفقنا على الأصل يكون من أحب الناس لنا، كويس؟ فدي يا أخواننا ما كان ينبغي أن يقدم للطالب، ويعرف الإنسان إنك أنت بعدين حتمشي لمجتمع، كويس؟ ما يعني أهلك ديل ما دايرين منك بس تكون شايل لك شهادة، أنت كزول واعي بتمشي في مجتمع الآن في القرى والأرياف في التصوف منتشر. الصوفية ديل ما بينتشروا إلا في الجهل، إلا في مكان جاهل ما فيه علم، لأنه العلم بتنافى مع التصوف. أنت كزول طالب جامعي لابد تكون عارف عقيدتك، عارف الإسلام الصحيح، عارف إنه ما بينفع إلا الله، ما بدي إلا الله، ما بينزع إلا الله. توعي أهلك وتوعي الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والسداد، وإن شاء الله نختم ونقف عند هذا الحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.